الانتماء إلى المجموعة، الحاجة لأن نكون منتمين إلى مجموعة معينة، سواء كانت هذه المجموعة مجموعة طائفية أم مجموعة دينية. هل مهم لأي شخص أن يكون جزء من مجموعة ولماذا؟ هذه طبيعتنا، نحن كائنات اجتماعية، وكوننا في مجموعات هو ما يحددنا كبشر. ولكن الترابط بين الناس هي قد يكون نعمة يحظى بها البشر وكذلك نقمة. لماذا هو نعمة؟ لأننا في مجموعة، هذا يسمح لنا بالتعاون وبالتنسيق، وهذا يكبر حجم طاقاتنا من أجل أن نكون أقوى وأكثر قدرة، نستطيع القيام بالكثير من الأمور وأن ننجز الكثير من الأمور. ولماذا هو نقمة أو لعنة؟ لأن بنفس الطريقة التي توجد فيها تعاون في المجموعات، فسيكون هناك كذلك تنافس في المجموعات، وهذا يسمح للمجموعة بأن تكون سلبية، عدوانية، مستغلة للمجموعات الأخرى، وهذا قد يؤدي إلى حروب وكذلك إلى مآسي للحياة البشرية. التنافس بين المجموعات، التنافس بين الأقوام، بين الأديان، بين الثقافات، ذلك خطر كبير. والطائفية لذلك هي واحدة من تلك المخاطر الكبيرة التي نواجهها في مجتمعاتنا اليوم. لماذا؟ السؤال هو لماذا؟ هذا هو الطوائف، هي كيانات شبه حكومية أو شبه دولة، هي يتم تنظيمها إلى حد ما، وهناك ربما هناك دول، هناك الأمم المتحدة، هناك الدبلوماسية، كل هذه الآليات التي تحاول أن تمنع الصراعات والحروب، ليس ربما قد لا تكون ناجحة جدا، ولكن على الأقل هناك بعض التنظيم. ولكن هذه الطوائف هي غير منظمة، وما أن تكون متنافسة مع الطوائف الأخرى فلن تكون هناك قواعد، كل شيء ممكن. وما يحصل، ما يسميه العلماء النفس، هو هذه الأهداف أو هذه الأخلاق ضمن المجموعة، وما تسمح به المجموعة، كل هذه الشناعات، القتل، الذبح، طالما هو في صالح المجموعة. لذلك فهي خطيرة جدا. الاعتداء هو غير منظم ولا يخفف وحر للجميع.